وياه هذا مقطع من المقاطع القديمة في القناة أثناء عزفي الحصان، ثلاث مقاطع تقريبا مشابكها ببعض، أبغى أعلق على بعض النقاط لما أحطها كما هي. الموجود طبعا أصل المقطع الأصلي موجود في اليوتيوب وأجزاء منه موجودة في الانستغرام سابقا. أثناء عزفي الحصان المقطع الأول تقريبا بداية عزفي له، أو ثاني مرة ركبه، ثالث مرة ركبه تقريبا. المقطع الثاني الظهر أثناء عزفي له بعد راحة فترة طويلة حول شهر، أول ركبه بعد راحة شهر كان مجروح وريحته فترة طويلة ثم ركبته، وهذه كانت ثاني أو اول ركبه، مو المقطع ذا، المقطع اللي بعده. المقطع هذا تقريبا ثاني ركبه له وثالث ركبه له. بدا ابيك تلاحظ في المقطع هذا والثاني والثالث وحتى الاخير، لاحظ سهوله ركوب الحصان بدون ما يتحرك في البدايه، يعني سهوله تثبيت الحصان اثناء محاوله الركوب. هذاك لاحظ هنا بيسوي وقوف ورجوع للخلف بسهوله وانا رافع يدي، سهوله التوجيه بدون مقاومه من الحصان، سهوله التحريك ما في حرنه واضحه او كنه واضحه او رفض التحرك بشكل واضح، عدم المحاوله لاسقاطك بتاتا مع ان البدوك وراه الافراس وجوه الاسطبل، يعني فحل يبغى الافراس، لكن ما في اي محاوله لاسقاطك عن طريق التشنيع او القمص او الاندفاع الى اخره. وضعيه القبه الى حد ما مثاليه، مع ان ما في صداره تجبر الحصان على فعل اللي انت تبغاه، ما في سرج يساعدك على الثبات او على الصعود على ظهر الحصان اثناء الركوب وثبات جسمك اثناء المسار وخب وغيره، ما في عصا تساعدك على التحريك، ما في مهماز يحرك يساعدك على التوجيه، وما في لنشات قبل الشغل تعب الحصان او تخلي طاقته فاضيه او فارغه. كل اللي انت مطالب تسويه الحركات اللي قاعد تشوفها مع حصان عسيف، اول ركبه ثاني ركبه، اول ركبه بعد فتره طويله راحه، او اختبار قوي جدا زي اخر مقطع هو حصان عسيف اثناء العزف. كل اللي مطالب انك تسويه، عشان طبعا المطالب انك تسويه عشان تفهم فقط، انا بتكلم كمقارنه، لست مطالب انك تقارن، بس عشان تتضح لك الفكره اللي احاول اوضحها بالمقاطع كتوثيق كتعليم. لازم تعرف الحصان في الحاله دي وش كان ممكن يسوي لو كان مركوب خطا. طبعا تقدر ببساطه اجيب لك مقطع حصان مركوب خطا واحطه جنب المقطع هذا حصان عسيف واوريك الفرق، كيف الفرق شاسع. لكن انا ما ابغى اسوي شيء، ما ابغى احط مقاطع ناس واعلق عليها وصور وغيره، لان في نظري انا ضد الفكره هذه. المفروض الشخص بنفسه يبحث يشوف، انت شفت الصح الان راح دور الخطا بنفسك او دور الشيء اللي انا اراه خطا بنفسك. فكل المطالب فيه انك تشوف الحصان العسيف المركوب بطرق ركوب اخرى صحيحه والمركوب خطا في طرق ركوب اخرى في نفس الحاله دي، اول ركبه او زي في الحاله المقطع الثاني هذا اول ركبه بعد فتره راحه، او اختبار كسب ثقه بهذه الحاله بدون مهمات بدون سرج بدون عصا بدون لنشات، تحاول توقف تحاول ترجع ورا تحاول توجه بسهوله، ما يحرن ما يشنع ما يقمص ما ينطلق الى اخره. نفس النتيجه هذه بنفس هذه الاوضاع والادوات نفس الحاله هذه بطرق ركوب اخرى. اتضح لك ان في الركوب الخاطئ اللي في اغلب طرق الركوب ما يحصل العكس تماما، رغم وجود السرج والمهماز والعصا والصدارة واللنشات قبل التشغيل والتجويع. وطرق الركوب الصحيحة الأخرى نتائج جيدة، قد تكون أحسن شوي قد تكون أقل شوي، لكن الوضع أسهل، مكان مغلق حصان دم بارد سرج مهماز عصا صدارة أحد يقاودك لنشات بعض مرة تجويع إلى آخره يقص على ذلك. فتلاحظ أن الحصان في هذه الحالات في طرق الركوب الأخرى كلها الصحيحة والخاطئة، إما أن النتيجة مشابهة أو أفضل أو أسوأ لكن الوضع مختلف وأسهل، أو نتيجة أسوأ بمراحل ووضع أسهل بمراحل. فعشان تفهم اللي قاعد يصير في المقطع هذا، مقطع العسيف أو اختبار كسب الثقة أو الأمور الأخرى، لازم تشوف حصان بنفس الحالة. يعني مثلا حصان عودتي على كيس غير حصان عسيف قاعد أخوفه بكيس وقدامك خاف وتحكمتي ووقفت رجعته ورا، ما تقارنه بحصان بارد علمتي على الكيس شهرين ثم حركت الكيس ووقف محله لو خاف انطلق مرة ثانية. فالفكره بالمقاطع هاي توضح لك ان الحصان ما سوى شيء، وهنا الصعوبه حددها. الصعوبه هي انك تخلي الشيء الصعب يبدو سهل. عد مره ثانيه المقطع بدون تعليقي او اكتم صوتي، لاحظ الحصان، ركز على الاشياء اللي صارت، تثبيته قبل الركوب، تثبيته قبل النزول، الوقوف بسهوله، الرجوع للخلف بسهوله، التوجيه بسهوله، التحريك بسهوله، عدم التشنيع، عدم القمص، عدم محاوله اسقاطك باي طريقه كانت، الروغان، التشنيع، انطلاق الى اخره، والتحكم التام بالسرعه والاتجاه اثناء التوقيف في اخر المقطع حتى هنا لو تعرف اثناء رفع ايدي وترجيعه ورا. اخر نقطه ابغاك تسويها، مو بس النتيجه هذه شفها عند طرق الركوب الصحيحه والخاطئه الاخرى مع العسايف نفس الوضع هذا، لا، شوف النتيجه هذه مع الخيل معسوفه خطا في طرق الركوب الخاطئ معسوف لسنين. يعني حصان معسوف له 5 سنوات 6 سنوات، لاحظ بعض كيف لحقني عقب الاخبار ذي كلها، هذه اول ركبه او ثاني ركبه بعد شهر راحه تقريبا، ما في لنشات قبل الشغل. النتيجه هذه والنتائج اللي قبلها واللي بعدها، تلقى الحصان المعسوف لسنين، ركز، معسوف لسنين، ما يعطيك النتيجه اللي يعطيك اياها عسيف اذا كان معسوف خطا. لحق وقفته رجعته ورا بدون ما امسك العنان، والنتائج اللي قبل والنتائج اللي بعد، الخيل المركوبة خطأ ومعسوفة خطأ
معسوف ليه سنين ما يعطيك النتيجة، اعطاك اياها حصان اثناء عسفك له، مع انهم يلقون بصدارات بدون صدارة، بسرج بدون سرج، مهماز بدون مهماز، بعصا بدون مهماز، بدون عصا، لنشات بدون لنشات، تجويع بدون تجويع، ضرب بدون ضرب، وقت على ذلك. ما بالك في النتائج هذه طرق الركوب الخاطئة ما تجيب ربعها ونصها. فببساطة سهل انك تشوف المحصلة النهائية لشيء صعب، وترى انه سهل، ما صار شيء قدامك، يعني مقطع 6 دقائق عبارة عن محاولة على ما توصل. لكن كيف تخلي الحصان يوقف في محل ما يسوي شيء، خاصة الحصان العربي بطبعه يخاف من الأشياء هذه وما يبغى الأشياء هذه، وكل الخيل الأخرى هو وغيره، الحصان هذا وغيره في الحالة هذه بيحوسك. وأتكلم عن نتيجة مي فقط مع حصان حصانين، أتكلم عن حول 100 راس كلها نفس النتيجة، الدرجة تختلف مع بعض الخيل أحسن مع بعض الخيل أسوأ، لكن النتيجة واحدة، أقل شيء 100 راس كل عسائف. الفكرة ببساطة كونه ما سوى شيء هو الصعوبة بحد ذاتها، كيف تخلي الشيء الصعب يبدو سهل، كيف أتأكد أنه صعب، كيف تأكد اني من مخرب من الصعب. ببساطة اطلع من المقطع ده وروح شوف مقاطع الخيل الاخرى اثناء العسف، يا رجال اترك من العسف، روح شوف مقاطع الخيل الاخرى بسرج ومماز وعصا وصدارة ولنشات تجويع ولعن جدف وحصان معسوف لسنين، المقطع من اول الى اخر حصان منطلق وراعي المقطع مبسوط ومركب شيله، طبعا بيركب شيله بيركب مقطع هو ادرى بمقطع لا شك، بس قصدي الفكرة لما اقول ما يركب شيله وقصدي يركب مقطع موسيقى اغنية يا اخي، قصدي ان الشخص لما يكون الحصان منطلق من اول المقطع لاخره وما يرى الشيء خطأ لدرجة أنه يضيف عليه مؤثرات صوتية وأغاني وغيره، معناته أنه ما يرى أن الشيء ده خطأ أصلا، مفتخر فيه، مما يعني أنك لما تسوي شيء معين الأغلبية يرونه خطأ وعادي يصير وانت تقضي عليه تماما، هنا التميز طريقة الركوب بالنسبة لك أنت، ما تطلب من الناس يغيرون طريقة الركوب، بس بالنسبة لي أنا شخصيا لا يمكن تفيدني في وضعي وتطورني إلا إذا جبت نتيجة أحسن. طبيعي اني ما راح اغير الطريقه هذه واركب بطريقه تفتخر بالشيء الخاطئ اللي انا ما ابغاه، وطرق الركوب اللي تفعل شيء ده خاطئ كثير جدا طبعا، لكن طرق الركوب الصحيحه الاخرى لا شك انها تجيب نتيجه او حتى احسن زي ما قلت او اسوء من نواحي، لكنها في اوضاع اسهل في نفس هذا الوضع بدون ادوات تجيب نفس هذه النتيجه، هذا شيء غير موجود الا في هذه الطريقه. تبي تتاكد شوف بنفسك، ممكن اسمع او شوف فلان وعلان، شوف بنفسك، اطلع الان وشوف نفس هذه الاختبارات مع خيل عسايف او خيل معسوف وشوف.